جديده؟ هذا ال 25 مال فارابي قديم، هذا هم حلوه حلوه حلوه. هذا 25 اي مال فارابي القديم الاول. فإن استقرار أسعار الصرف واستقرار المستوى العام للأسعار سيكون أحد أهداف البنك المركزي خلال الفترة القادمة. العملة الجديدة احنا مكيفينها لانه هو متزوى، هاي وحدة. ثاني كعملة يعني طبعها مضبوط وبها شغلات مثل ما يقولون بالبنك، سألنا يقولون بها امور يعني ما تتزور سهل. من دفع يعني هاي العشرة